السلام عليكم. بهذا المقطع رح نعمل الكنافة بالجبنة. أنا عندي هون 750 جرام كنافة. طبعا المتعارف عليه إنه أكتر الناس بتعمل نص كيلو، ولكن ما شاء الله بالرحلة كان العدد كبير فعملنا الكمية اللي تكفي الأشخاص الموجودين. عندي صينية ألمنيوم قطرها 60 سنتي وممكن كمان 70، ما في أي مشكلة. أهم شيء يكون عندي صينيتين، صينية أكبر من الثانية عشان لما نيجي نقلب الكنافة تنقلب فيها براحتها. جبت هون أنا الكنافة وقصقصتها قد ما قدرت قطع صغيرة، ممكن بإيدك ممكن بسكين ممكن بمقص. أنا صراحة استعملت مقص تبروير لأنه ممتاز جدا وبيسهل علي كتير بالشغل. وجبت هون كوب من السمن البلدية، طبعا هي صراحة اللي بتجيب طعم الكنافة، سمنة بلدية يعني محوجة، سمنة محوجة. وصراحة السمنة اللي عندي من الكرك، وتحية كبيرة للي بيحضرونا من الكرك ولكل اللي بيحضرونا من العالم كلياته. حطيت هون حوالي نص معلقة من صبغة غروب الشمس وقلبتها منيح من السمنة الدايبة. سمنة دايبة طبعا، هو الدنيا شوب كتير فكانت دايبة جدا يعني. واخذت كميات بسيطه من السمنه، طبعا بتقدري انك ما تستعملي السمنه كلياتها، بيرجع لرغبتك، ولكن المتعارف عليه انه نص كيلو الكنافه بده من كاسه سمنه لكاسه الا ربع. فانا حطيت ل 750 جرام من الكنافه حطيت لهم تقريبا كاسه، ممكن تقللي حسب رغبتك. وهون أنا جبت صينية دهنتها شوية سمنة من السمنة المصبوغة ودخلتها التلاجة تبرد تماما، لأنه ضروري جدا أول طبقة من الكنافة لما نحطها تكون على سمنة باردة مشان تمسك منيح بقلب الصينية وما تفك منها أثناء الخبز. بحاول أعمل طبقة يعني شي 1 سنتي ونكبسها منيح مثل ما انتو شايفين، بتكبسيها بإيدك بنايلون بصنيتين على بعض، يعني قد ما فيكي حاولي إنك تكبسي الطبقة تاعت الكنافة وتعملي حفة بسيطة هيك لحتى الجبنة لما نيجي نوزعها ما تروح وما تدوب منها وتروح على الأطراف وتنحرق. أنا استعملت هون جبنة مشمولة، طبعا الحلو فيها إنه محلاي يعني ما اضطريت إنه أقطعها وأحليها، وصراحة لا استعملت موتزاريلا ولا القصص هاي، بس أنتي يعني شوفي اللي يعجبك واستعملي، ولكن أنا يعني بفضل دايما الجبنة تكون مخصصة للحلويات. صفتها منيح كتير بقطع من القماش وبلشت أفتتها وأحطها على الوجه مثل ما أنتوا شايفين. طبعا في ناس بتحب ترش رشات خفيفة من المسكة من الفانيلا، ما في مشكلة. هلأ بنروح على الغاز نار خفيفة وبنضل نلف فيها مثل الكل طبعا عارف الخطوة هاي، تقريبا بتاخد ربع ساعة أو ثلث ساعة بالكتير، ورح نرجع لكم وإحنا بنصب القطر. خلصت الكنافة وهلأ رح نقلبها. بسم الله يا عيني. وهلأ بنشيل الصينية وبنقطرها بالقطر. القطر استعملت كوبين من السكر وكوب مي، 5 دقايق على النار يغلي، وعصرة ليمون خفيفة. وشوفوا هالمنظر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ما كترت قطر لأنه أكتر الأشخاص الموجودين ما بيحبوا قطر كتير، فاكتفيت بالكمية الصغيرة هاي، وكل حدا بيزيد بصحنه زي ما بده. طبعا بتزين بالفستق الحلبي وبنقطعها وبنقدمها. طب كيف نعرف انه الكنافة يعني استوت وخلصت؟ بتبلش اطراف الكنافة تكش على بعضها سبحان الله، وبس نهز الصينية كلها بتصير هيك تتحرك، يعني شايفين المنظر ما شاء الله خرافية، والرائحة بتاخد العقل. والصراحة السبب هو السمن البلدية. في كمان سر بسيط يمكن في ناس كتير ما بيعرفوه، الصينية اللي رح نقلب عليها الكنافة لازم ندهنها دهنة خفيفة من السمنة لحتى لما نيجي نقلبها والجبنة تيجي عليها عند التقطيع ما تلزق بالصينية، تكون سهلة وإحنا عم بنقطع وبنقسم بالصحون. شوفوا هالمنظر ما أحلاه، بتمنى تجربوا هالطريقة لأنه سهل كتير وطيب كتير وكلنا بنحب الكنافة. والكنافة متوفرة يعني ممكن تشتريها مفرزة ممكن من أي محل حلويات. وهلأ إجا دور إنه نقطع الكنافة ونقول بسم الله ما شاء الله.
شوفوا 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 شوفوا. تمنيت الكل معي، بتمنى تجربوها. كنافة بالجبنة على أصولها، سهل كتير، بتشهي. حابة تستعملي الصبغة ماشي، مش حابة تستعمليها ما في داعي أبدا. صحتين وألف عافية، ونراكم والسلام عليكم.